الرئيس كان في الخارج لسنوات ورجع للبلاد أخيرا. من ناحية تانية في سوزو وهي فتاة خجولة بتستعد عشان تروح العمل بتاعه، وهي داخلة المصعد بتتخبط مع الرئيس وهو خارج، بيقع منها سلسلة المفاتيح بتاعتها، بياخدها الرئيس وبيلاحظ ان معاه واحدة زيها بالظبط. سوزو بتلتقي بحبيبها وهو بيربط لها رباط الحذاء بتاعها، بتفتكر لما كانوا أطفال. الرئيس كان لسه قاعد بيفكر في صاحبة السلسلة وطالب من مساعده الشخصي ان هو يتحقق عنها. سوزو لما وصلت البيت قعدت تدور على السلسلة، فجأة جالها رسالة على التليفون من الرئيس ان سلسلة المفاتيح بتاعتها معاه. فرحت جدا بس استغربت هو جاب رقمها منين، بس نسيت الموضوع ده واتفقوا ان هما يتقابلوا عشان تاخد السلسلة. وهي راحة تقابله بتقابل في الطريق منحرف كان بيصورها في السر، بس الرئيس لقطه ومسكه ومسح الصور كلها. سوزو بالصدفة بتكتشف خيانة حبيبها ليها، والرئيس كان بيعلق على خيانة حبيبها وبعدين بسى، فسوزو غضبت وسابته ومشت. سوزو بتقابل حبيبها وبتكون مش كويسة هو وبيسألها هي مالها، فبيكون الحب أعماها، وبدل ما تواجهه بخيانته بتطلب منه ان هو ما يسيبهاش أبدا، وكمان الخيبة بتعطيه الوصفة السرية بتاعتها الخاصة بتحضير النبيذ. حبيبها أخذ الوصفة وراح يحتفل مع عشي. تاني يوم كان في مزاد للنبيذ، والرئيس الغاضب كان بتنافس مع حبيب سوزو، وطبعا هو اللي فاز. سوزو بتقابل الرئيس وبتقول له ما عادش يتبعها في أي مكان تاني، بس الرئيس بيقول لها إن هو بس عاوز يحميها، وبعدين بيوريها سلسلة المفاتيح الخاصة بيه، بس هي قالت له إن هي مش فاكراه ومشت وسابته. حبيب سوزو وصديقته كانوا بيتكلموا عن الوصفة وقالوا إنها أعطتهم الوصفة الغلط، فقرروا إنهم يقتحموا شقتها وياخدوا الوصفة الصحيحة. الرئيس كان قاعد بيبص على السلسلة وافتكر وهم صغيرين كان مضطر يسافر، وهو بيودع صديقته أعطته السلسلة دي. سوزو بيجي لها تليفون إن الرئيس خطف حبيبها، فبتروح له بس الرئيس بيقول لها ان ده خدعة. في نفس الوقت كان حبيبها في شقتها بيدور على الوصفة الصحيحة ولقاها في دفتر مذكرات. سوزو بتروح عند حبيبها وبتقول له انهم لازم يجهزوا الوصف، الوقت ده بتيجي عشيقته. سوزو بتاخد بالها ان هو كان بيخدعها وانه كان بيمثل عليها ان هو صديقته فلوتا وانه كان معاها بس عشان الوصفة. بعد كام يوم سوزو بيجي لها اتصال ان هي حصلت على الوظيفة، في الوقت ده كان الرئيس قاعد بيطلب النصايح عشان يقرب منها، ان هو لما بسع غضبت منه وسابته ومشي، فطلب منها ان هي تخرج معاه على العشاء، وهي قررت تقبل الدعوة المرة دي. بس الرئيس لما راح المطعم قاعد يستناها وهي ما جاتش، لغاية لما قالوا له انهم هيضطروا يقفلوا وهو غادر. سوزو بتبعت له رسالة انها معرفتش تقابله عشان اضطرت تعمل وقت اضافي، بس هتقابله تاني يوم، وفعلا اتقابله تاني يوم وعطاها باقة ورد وقال لها ان هو بيكون صديق طفولتها الحقيقي. هي بتقول له ان هي سعيدة ان هي شافته. فجأة الرئيس بيجيله نوبة زعر، بيجي مساعده الشخص وبيعطيه حبة عشان تهديه. بعد فترة المساعد بتاعه بيقول لها ان الرئيس اتعرض لصدمة كبيرة في طفولته واثرت عليه وبيتم التغلب عليها شيء فشيء. في يوم اتقابلهم وكان الرئيس رايح يوصلها للبيت، لما بيروحوا البيت بيلاقوا ورقة باخلاء البيت لان هي اتأخرت في دفع الايجار، والرئيس بيقرر ياخدها تعيش معاه. بتروح تعيش معاه وحياتهم كانت مليانة حنية. في يوم بتقابل حبيبها وبيكون سكران وبيحاول ان هو يتطول عليه، بس بيجي الرئيس وبيعلمه الادب وبيوبخ الحراس بتوعه انهم سابوها لوحدها. وسوزو بتقوله انها مش فتاة صغيرة وتقدر تدافع عن نفسها. حبيب سوزو السابق بيهاجم الرئيس عشان هو ضربه، بس الرئيس بيقوله ان هو لو اتعرض لسوزو تاني هيلغي كل عقوده. الرئيس بيكون عامل لسوزو مفاجأة بمساعدة مساعده الشخصي وحبيبته بمناسبة عيد ميلادها، وسوزو والرئيس بيعيشوا ايام كلها حنية ورومانسية. في يوم سوزو تعبت وقررت ان هي تعمل اختبار حمل وكانت النتيجة ايجابية، وبعدين راحت عند الدكتور وعملت تحليل بس طلعت النتيجة سلبية. بتحكي للرئيس فبيقول لها ان هو دايما هيكون معها وهيدعمها ومش هيسيبها، وانهم في المستقبل هيكون عندهم اطفال كتير. في يوم سوزو بتقابل عشيقة صديقها القديم وحاولت تهينها، بس سوزو وقفتها عند حدها وقطتها اللي فيه النصيب وقالت لصديقتها ان الاتنين دول حاولوا انهم يدمروا حياتها، فقررت هي وصديقتها انهم ينتقموا منهم. ففي يوم صديقتها راحت مكتب صديق سوزو القديم وحطت ملصقات تفضحه وتهينه. سوزو بتجرف فستان الزفاف والرئيس لما بيشوفها بيكون مبهور. حبيب سوزو القديم حياته اتدمرت وبيفقد كل فلوسه وبيتم طرده من العمل، فبيروح يتهجم على الرئيس وكالعادة بيرجع خائب، وأخيرا الاتنين بيتجوزهم وبيكملوا حياتهم مع بعض.